وأقام معاها علاقة غير مشروعة، وبدأ يحرض البنت دي على أهلها وإنها تبعد عن أهلها. والدليل على الكلام اللي أنا بقوله هي رسالة سلمى الأخيرة اللي بعتتها الإسلام واللي اتفرغت من على موبايلها في تحقيقات النيابة العامة إنها متورطة معاه، حتى لو إسلام بنفسه قال في التحقيقات إنها ما كانتش تعرف إن هو يقتل. وقرر اللي هو يهاجر هو وهي على مركب هجرة غير شرعية ويروحوا يعيشوا في دولة أوروبية لأن الدول الأوروبية متحررة. هو الشاب ده فضل يقنعها ان هم يسافروا هجره غير شرعيه عشان يقدروا يعيشوا في اوروبا بعيدا عن المجتمع الشرقي اللي بيخنق البنت والولد. تخيلوا حضراتكم واحد بيقول انا هرتكب جريمه هتهز عرش الرحمن، انت نسيت اللي ربنا هو اللي خلقك، انت يا عبد انت يا بشر هتهز عرش الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما نيجي نبص على مواقع التواصل الاجتماعي في ال24 ساعه اللي فاتوا هنلاقي فيه اخبار كتيره منتشره على السوشيال ميديا بخصوص قضيه سلمى بهجت واسلام فتحي، واسئله كتير شغله الراي العام خلال ال24 ساعه اللي فاتوا، زي مثلا مين اللي ورا ظهور روشتات طبيه بتاكد ان اسلام فتحي كان مريض نفسيا، ومين برضو اللي ورا ظهور محادثات بين اسلام فتحي وسلمى رحمه الله عليها بتاكد برضو ان كان في بينهم وبين بعض علاقه حب. طب ليه اسلام كان عايز يقتل والده ويسافر دوله روسيا؟ مش معنى دوله روسيا تحديدا، وايه كمان اخر رساله بعتتها سلمى لاسلام فتحي قبل ما يموتها؟ اسئله كتير وعلامات استفهام كتير كانت محتاجه اجابه، عشان كده طلع النهارده مع حضراتكم وهنرد على كل نقطه وكل سؤال من اللي اتكلمت فيه وبالدليل القاطع. عشان ما اطولش على حضراتكم يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ويلا بينا نبدا الكلام. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ال24 ساعه اللي فاتوا بعض الروشتات الطبيه اللي بتاكد ان اسلام فتحي كان مريض نفسيا وكان بيتردد على احد المصحات النفسيه لتلقي العلاج، وان اهله كمان وتحديدا والده كان طلب من القائمين على المستشفى دي انهم يجيبوه يعالجوه بالقوه، لكن اسلام فتحي كان رافض الكلام ده وكان ليه افكار شاذه زي ما ذكر في تحقيقات النيابه العامه، وكان عايز يسافر دوله روسيا تحديدا. مش بس كده، لما والده حاول اللي هو يمنعه قرر اللي هو حاول يقتل والده واي حد كان يقف قصاد الحلم بتاعه وسافر لروسيا. لحد هنا والامور ماشي، لكن اللي مش ماشي بقى ان نلاقي محادثات بين سلمى رحمه الله عليها واسلام فتحي بدأت تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا اللي كان في علاقة حب بين سلمى رحمة الله عليها وإسلام فتحي، وفي نفس التوقيت تطلع محادثات واتساب وفويسات بتأكد إن كان في علاقة بين سلمى رحمة الله عليها وإسلام فتحي. وهنا تحديدا لازم نقف ونسأل نفسنا سؤال، هو ليه الكلام ده دلوقتي بدأ يروج على مواقع التواصل الاجتماعي ومين ورا نشر الكلام ده؟ ببساطة كده يا جماعة، أسرة إسلام فتحي هي اللي ورا نشر الكلام ده، بمعنى اصح اللي هي لما تطلع الكلام ده على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرفوا اللي كان في علاقه حب والبنت خلت بيه، والكلام اللي بيروج على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا اصل كسرت قلبه واصل كان بيصرف عليها وكلام من هذا القبيل، هم عايزين يستقطبوا الراي العام بنفس طريقه محمد عادل قاتل نيره. خليني انا همشي معاهم في صدق الروايه ان البنت بالفعل كانت على علاقه باسلام فتحي والمفروض ان هم كانوا هيتخطبوا وكانوا هيتجوزوا. لما نيجي النهارده بقى بنت عندها 20 سنه ولا 22 سنه ولقيت ان الشاب اللي هي هترتبط بيه شاب مش كويس فقررت ان هي تبعد عنه، ايه المشكله في كده يا جماعه؟ ما كل الكلام ده بيحصل في كل الدول العربيه وفي كل العالم، وارد جدا ان انت تتعلق بحد وبتحبه وكان في مشروع زواج ومشروع الزواج يفشل. والدليل على الكلام اللي انا بقوله هي رساله سلمى الاخيره اللي بعتتها الاسلام واللي اتفرغت من على موبايلها في تحقيقات النيابه العامه، لما قالت له حرفيا انساني وابعد عني انا مش لي. لكن الغريب بقى هو القصه اللي هحكيها على حضراتكم دلوقتي، وهو فيلم سلمى اللي كان بيعمله اسلام فتحي وسماه على اسم حبيبته. الفيلم ده جماعه كان بيجسد حياه اسلام نفسه، لما كتب الفيلم كان بيتكلم عن شاب ملحد وبعيد عن طريق الحق وطريق الهدايه وبيشرب خمره وبيشرب مخدرات، اتعرف على بنت وحبها واقام معاها علاقه غير مشروعه، وبدا يحرض البنت دي على اهلها وانها تبعد عن اهلها لحد ما والدها مات، وبدأ ياخدها في اتجاه الرذيلة، وقرر اللي هو يهاجر هو وهي على مركب هجرة غير شرعية ويروحوا يعيشوا في دولة أوروبية لأن الدول الأوروبية متحررة. وده إجابة السؤال ليه إسلام فتحي كان عايز يروح يعيش في روسيا، لأن من وجهة نظره ان التحرر موجود في الدول الاوروبيه، لما اطلع في دوله اوروبيه هبقى متحرر وهبعد عن العادات والتقاليد اللي اتربينا عليها وتعليم الدين الاسلامي. لكن الغريب اكتر يا جماعه ان اصدقاء اسلام اكدوا ان نهايه الفيلم كانت مكتوبه انهم يهاجروا مع بعض على مركب هجره غير شرعيه، لكن سلمى اصرت ان النهايه دي تتغير وان النهايه ان البنت ترجع لطريق الصواب وطريق الحق والشاب ده يموت في عرض البحر
في مركب هجرة غير شرعية. تخيلوا حضراتكم شاب بيفكر بالطريقة دي، تخيلوا حضراتكم واحد بيقول انا هرتكب جريمة هتهز عرش الرحمن. انت نسيت ان ربنا هو اللي خلقك؟ انت يا عبد، انت يا بشر هتهز عرش الرحمن؟ صدقونا يا جماعة، انا عارف كويس جدا ان اهل اسلام فتحي ضحية زيهم زي اهل سلمى رحمة الله عليها، ضحية لشاب مستهتر عنده افكار شاذة ومعتقدات شاذة بعيدة كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا. واللي بيحصل دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي هي محاولة بائسة لاستعطاف واستقطاب الرأي العام في صف اسلام فتحي على غرار محمد عادل. وكنت اتكلمت مع حضراتكم امبارح عن قصة زميلة سلمى اللي استدرجتها عشان اسلام يقتلها. تحقيقات النيابة العامة كشفت ان صديقة سلمى دي كانت بتحب اسلام وكانت عايزة توقع بينه وبين سلمى عشان اسلام يبعد عنها ويحبوا بعض ويرتبطوا ويكملوا حياتهم مع بعض. عشان كده كانت بتساعد اسلام ان هو يبعد عن سلمى، وخرجت البنت دي بكفالة على ذمة التحقيقات. من وجهة نظري انها متورطة معاه، حتى لو اسلام بنفسه قال في التحقيقات انها ما كانتش تعرف ان هو هيقتلها. طب هي ما كانتش تعرف ان اسلام هيقتلها واستدرجت البنت عشان اسلام يقدمها زي ما هو بيقول. جالك قلب اللي انت تستدرجي صاحبتك اختك اللي امنتك على نفسها عشان تجيبيه يقدمها مش عشان يقتلها؟ ما هو يقدمها دي يعني هيعمل فيها ايه؟ هيضربها، يشتمها، هنا يبقى انت هنا برضو صديقة غير امينة ولازم تتحاسبي معاه لو ثبت الكلام ده بحقك بعد تحقيقات النيابة وحكم المحكمة اللي هيصدر. خلاص الكلام يا جماعة، عشان ننهي الجدل في القضية دي تحديدا، سلمى بنت محترمة وبنت مؤدبة ومتفوقة وعارفة ربنا كويس. لما شافت شخص زي ده، شخص غير سوي وافكاره افكار الحاد وبيشرب خمرة ومخدرات وعامل وشم، طبيعي جدا حتى لو هي بتموت فيه وبتحبه وعايزة ترتبط بيه، طبيعي جدا هتفكر بعقلها في وقت وهتقرر اللي هي تبعد عنه. ودي البنت المحترمه، البنت المتربيه على عادات وتقاليد المصريين. محاولاتكم كلها لاستقطاب الراي العام محاولات بائسه ولا مبرر للقتل. هوجه رساله اخيره من خلال منصتي لكل اب وام، بعد اذن حضراتكم يا جماعه، ازرعوا في اولادكم العادات والتقاليد، ازرعوا في اولادكم تعليم الاديان السماويه، عرفوهم ايه الحلال وايه الحرام. ورساله لكل شاب بيتفرج عليا، اوعى تفتكر ان الغرب او الحياه الغربيه حياه حلوه وحياه جميله وفيها حريه. صدقني انت لو جربت تعيش الحياه دي هتندم ندم عمرك. وانا قلتها في الحلقه اللي فاتت وبكررها، ان انا عندي ثقه ويقين ان القضاء المصري العظيم هيصدر حكم يسطر بحروف من دهب في سجلات القضاء المصري في القضيه دي، زي قضايا ومسله كتير تصدى ليها القضاء المصري. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم ايه السبب في ظهور روشتات طبيه من مستشفيات حكوميه بتاكد ان اسلام فتحي مريض نفسيا؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.